عندما كنت طفلا لم أكن أعرف معنى الأبوة، واليوم صرت أبا وعلمت أن الأب هو من يحسن إلى أولاده ولا ينتظر شكرا، فلن يجد الأولاد لرغباتهم أوسع منه صدرا، يتعب ولا يشكو قد أفرغ الله عليه صبرا، ويحب أن يرى ولده خيرا منه أحسن ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. أيها الأولاد، لن تجدوا أحن من صدره بين الرجال، يحزن إن عجز عن تحقيق رغبات العيال، كثير الخوف عليهم من أهوال الحياة وشدائدها، يمهد الطريق لأولاده ليعيشوا سعداء كرماء صالحين أتقياء. رحم الله آباءنا من مات منهم، وحفظ الله لنا من بقي منهم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وجمعتكم مباركة.